صحيح أنها خطرة ومجرمة، ولكنها مكتوب عليها الفشل. ضيفنا في بودكاست الميادين المفكر العربي والإسلامي منير شفيق. عملية جبارة توجت كل تاريخ المقاومة. لماذا وصفت مشهد انهزام فرقة غزة بالفظيع؟ وحوش فقدت صوابها ودخلت في الجنون. تعتبر أن التغير في الرأي العام العالمي سيكون من أسباب النصر؟ في الأساس مش حصتنا. شو مالك يا خالد؟ كلمة لأهالي غزة. متأكد أنه نحن الآن نتعامل مع قيادة على أعلى مستوى، مع شعب في الصمود على أعلى مستوى. بودكاست الميادين يأتيكم الأربعاء الساعة 11 مساء بتوقيت القدس الشريف.